أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تصدر مصر قائمة أفضل 10 دول إفريقية ذات أعلى معدلات استثمار أجنبي مباشر خلال العام الماضي. وذكر تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن الأونكتاد أن مصر اكتسبت 9.8 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بمعدل استثمار أجنبي مباشر 5.2 مليار دولار فقط. أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 2.84% خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي. وأضافت الإحصاء أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة، لا سيما الملابس والمواد الغذائية والتعليم. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكم مريم وإلهام.